التمرين على مستوى الجامعات المصريه كلها، تاكدنا من خلال المتابعه المستمره مع سياده رؤساء الجامعات على استكمال اعمال الصيانه والتجهيز والجداول الدراسيه واستقبال الطلاب الجدد. يعني ان شاء الله يكون عام موفق علينا جميعا. مش عايزين نقول قوائم محظورة، مفيش قوائم محظورة. كل شيء مباح في حدود الأدب والتقاليد والأخلاق والأعراف والدين، كل شيء مباح. اللي أنا حذرت منه فقط هو التناحر السياسي والعمل الحزبي داخل الجامعة. فقط. غير هذا كل الجامعة مكان يتسع لكل الاختلاف في الآراء وفي الأفكار، وللطالب إن هو يمارس حياته ويعيش طالما في إطار أخلاقنا. فلا توجد قائمة محظورة زي ما اتفقت مع السادة رؤساء الجامعات في قائمة كبيرة من رموز المجتمع والفكر والفن والدين والثقافة جاهزين ان هم الرياضة كل حاجة ان هم يشاركوا ابنائنا الطلاب في المواسم الثقافية اللي هيتم ترتيبها في كل الجامعات المصرية. فده بالنسبة للسؤال الأول. بس أنا مش عايز أعمل موسم يعني انا مش عايز اشتغل بشكل فوري، مش عايز اقول للطلاب انا عامل لكم ده. لا، الطلبه تشارك، الطلبه هي جزء من المنظومه، احنا بنضع او بنسهل وبنساعد نضع رؤى، لكن الطلاب هيشاركوا في وضع توجهاتهم ورغباتهم واحنا هنساعدهم في تحقيقها. احنا متفقين على قواعد اساسيه اتكلمنا فيها ومش محتاجين نتكلم. الجامعات للعلم مبتدا.com